مالوزمو ما قدرناش حتى التغييرات ما كانش عندنا اختيارات كثيره في خط الهجوم باش نغيرو، كان عندنا فقط حدراف بوحدو، واضطرينا انه ندخلو لاعب وسط ميدان دفاعي للمسانده الهجوميه لانه ما كانش عندنا مهاجمين. زاد الشوط الثاني الاصابه ديال الفورسي، الاصابه ديال الجداوي اللي كانوا على الاقل تعطيونا واحد الدعم هجومي، فما قدروش انه يواصلوا المباراه، هذا اللي فرض علينا بعض التغييرات. دونك ردة فعل ديال فريق الحسنية في الشوط الثاني كانت قوية، وشفنا انهم سجلوا هدفين ورجعوا في المباراة، فتنظن انه على الأقل استمتعنا بمباراة في أربعة ديال الأهداف. الشوط كان ديالنا والشوط ديال النادي الحسنية كان ديالنا. شكرا كنت نمر الأسئلة مع ذكر الاسم والموضوع الإعلامي. ذكر عافاك السي حميد. سي هاشم مساء الخير والزملاء، حميد زنوبي يعوض عليا. سي هاشم نتمنى لك مساء موفق مع فريقك الجديد، اول خروج واول نتيجه تبقى رغم ذلك تبقى نتيجه ايجابيه تعادل مع حسن الكثير بالميدان. كاعتراف تقني كيف تفسر ان الفريق كان انتصر الجوله الاولى بهدفين السابق وهما التعادل من طرف فريق لم يتدرب ب 10 ايام تقريبا، كيف تفسر هذه النقطه هذه سي هاشم؟ يمكن نهضروا علميا، فهاد لا سيمين هادي اللي ما تدربش نادي حسن الكثير يمكن نسميوها اون سيمين دافيتاج، اون سيمين اللي غتكون فيها لا فريش فيزيك. يمكن والله اعلم حسن الاستعداد يمكن يعاني المباريات اللي من بعد هذه المباراه، لانه هذه المباراه كانت لا فريش، حنا كنا متوقعين في الايقاع، على كل كنا متوقعين حسن غادي يفرض علينا ايقاع في الشوط الثاني انه غتكون لا فريش فيزيك. على العكس حنا عندنا مشكل بدني، وكيف قلت لك الا شفتي لي ستاتيستيك وشفتي الاهداف اللي كيستقبل نادي اتلتيك زمان دائما في الربع ساعه الاخرى هدفين ثلاثه ديال الاهداف، فهذا كنا متخوفين من هذا المعطى. كيف قلت لك كنا محظوظين انه سجلنا في الشوط الاول هدفين اللي خلى الحسنيه رجعات وسجلت تعادل، لو ما سجلنا في الشوط الثاني فكون اكيد كان ممكن نهزم. شكرا. كاين شي سؤال اخر؟ شكرا كوتش. شكرا الاخوان، عده وجوه شحال اللي ما شفتهاش اليوم، انا سعيد بالتواجد ديالي معكم، شكرا لكم.